بالرغم من أن عينيه لا تبصر العالم الملون من حوله، إلا أن قلبه وعقله يرى بوضوح أكبر من ذلك. الطيب مفتاح، إرادة صلبة ورمز للتحدي والتفوق على الصعاب. رغم تحديات العمى، استطاع الطيب أن يتخطى العوائق ويبتكر تطبيقا يسهل حياة المكفوفين. أن الذكاء الاصطناعي انتشر وذاع صيته في السنتين الأخيرتين، فقلت لماذا لا أستغل هذا الأمر وأتقدم إلى فئة المكفوفين بعدة خدمات، من بينها على سبيل المثال هذا التطبيق الأخير الذي قمت به، وسيكون المزيد بإذن الله، لماذا لا؟ لكن الأهم الذي أطمح إليه بإذن الله أن أنشر هذا التطبيق إن شاء الله في الآيفون. My Eye، تطبيق يساعد المكفوفين في التعرف على محتوى الصور بدقة، حيث يقوم بتحليل الصورة ووصف محتواها بأدق التفاصيل. التطبيق هذا قمت ببرمجته لتمكين الكفيف من التعرف على مختلف الصور بالطريقة يعني تكون سهلة وميسرة، وحتى الشرح يكون يعني شرح عميق. الآن على سبيل المثال صورنا هذه الصورة اللي راكم تشوفوها فيها الآن، مباشرة ها هو الوصف تاعها، هذا الوصف باللغة العربية. أنا الطيب مفتاح من الأشخاص الذين يثبتون أن الإعاقة ليست عائقا للإبداع، فبفضل تطبيقه سيتمكن المكفوفين من التفاعل بسهولة وثقة.